يعني كيف هي العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية؟ وجود جو بايدن في سدة الحكم هل يعني يؤثر سلبا يؤثر إيجابا، ولا هي علاقات راسخة بين البلدين؟ أستاذ عمر، مساء الخير لميس. مساء النور، تفضل. إذا سمحتي لي أنا أعدي بعض التعليقات قبل ما أرد عليك مباشرة. تفضل. بس لوضع فوق الحروف، إن يعني تبادل الحكم بين الجمهوريين والديمقراطيين شيء طبيعي جدا وسمة من سمات الديمقراطية الأمريكية، فدي حاجة عادية. على عكس أوباما وترامب اللي جاءوا من خارج إطار المؤسسات السياسية الأمريكية مع اختلافهم الشديد. لا بس أوباما ما جاش من خارج، أوباما كان في الحزب الديمقراطي. بس لمدة 3 سنوات فقط ممبر في السنت، لكن ما هواش يعني ما كانش منخرط في السياسة الأمريكية لمدة طويلة، قعد 3 سنوات فقط. نعم. عضو في السنت، بينما جو بايدن بقاله 47 سنة، يعني جو بايدن هو النتاج الحقيقي للإصلاح المؤسسي السياسي الأمريكي. دي مختلفة، هنجد دور أكبر كتير قوي كبير قوي للمؤسسات السياسية الأمريكية في إدارة بايدن أكثر من إدارة ترامب بالتأكيد، ويمكن لجزء كبير أكثر من إدارة أوباما. الحقيقة إدارة بايدن هتكون برضو إدارة زي أنت ما قلتي، إدارة لم شمل وإدارة توافق بين الحزبين، إدارة تضميد جراح. وأعتقد أن الإدارة بايدن هتضم برضو في أعضائها هتلاقي خليط من التقدميين والمحافظين وبعض الجمهوريين، مع العلم بان منتظر ان ظل الجمهوريين مسيطرين على مجلس الشيوخ، وده هيدي برضه نوع من التوازن، وهيكون زي ما قلت هناك عوده لتعظيم دور المؤسسات. فيما يتعلق ببايدن ومنطقه الشرق الاوسط، هو لن يكون استمرارا لسياسات اوباما في الشرق الاوسط ومصر، نظرا لان طرأت متغيرات كثيره جدا على المنطقه، لان دور مصر فعظم واصبحت عنصر استقرار هام جدا في المنطقه، خاصه ان العلاقات الاستراتيجيه بين مصر وامريكا ستظل قائمه وراسخه بصرف النظر عن وجود الجمهوريين او الديمقراطيين. لو نرجع للشق الاقتصادي والتجاري، انا اعتقد ان موقف الاستثمارات الامريكيه في مصر قدامه مجال ايجابي للغايه، لان مصر الحقيقه تطورت اقتصاديا بشكل كبير، برامج الاصلاح اللي تحققت كانت ناجحه جدا، البنيه التحتيه اللي تحققت، البنيه المؤسسيه، علاقه مصر بالمؤسسات الدوليه زي البنك الدولي وصندوق النقد وبرامج الاصلاح اللي تمت بالتعاون معاهم حققت نجاحات كبيره، كل دي بتجعل وتضع مصر في إطار هام جدا من منظور الاستثمارات الأمريكية والشركات الأمريكية اللي بتبحث عن مراكز وفرص للاستثمار. هيتبقى علينا طبعا ان احنا نعمل على تفعيل هذا التميز، وان احنا نعمق برامج الإصلاح، وان احنا كمان نسوق ونروج لما فعلناه في الخارج، وان احنا ننجح في ذلك. يعني قبل ما نتكلم على الترويج، قول لي ايه اهم مجالات الاستثمار الامريكيه في مصر استاذ عمر؟ يعني هو لا زالت اهم مجال الاستثمارات الامريكيه في مصر في مجال البترول والغاز، ولكن هذا لا يعني ان ليس هناك الكثير من الاستثمارات الامريكيه في مجالات الصناعات المختلفه، البتروكيميكالز وغيرها من الصناعات، يعني اقدر اقول الصناعات الاستهلاكيه. يعني الحقيقه الشركات الامريكيه حققت نجاحات في مصر، وكثير منها بيدعم استثماراته وبيزيد منها بصرف النظر عن المتغيرات السياسيه. انا ما بعتقدش هيكون في تاثير سياسي على ده على الاطلاق، بل ان الميزه اللي هتحدث ان من جراء ازمه كورونا العالميه، اعتقد ان العالم امريكا تحديدا والشركات الامريكيه والاوروبيه بل واليابانيه وغيرها بتعيد النظر في استثماراتها في الصين، والصين لن تكون هي مصنع العالم كما كانت لفتره طويله، وكثير من هذه الاستثمارات هتبحث عن مناطق اخرى تتمركز فيها،
وهنا بقى ستكون مصر لها ميزة حقيقية إذا نجحنا فعلا إن احنا نستقطب سلاسل القيمة واستثماراتها ونزيد منها، لأن احنا عندنا الحقيقة الكثير من الميزات اللي المستثمر الأمريكي يبحث عنها.